احنا بالمباشرة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا مجاهر جديد، لا ديني هو. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي هاني. يسعد مساك، اهلا وسهلا فيك، وبحب مسي على الجميع والكل، اهلا وسهلا فيكم للمستمعين بشكل خاص، اهلا وسهلا، يسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك أخي هاني. أخي هاني، يعني أنا بدي أدخل بالحلقة مباشر، وبس هيك نبلش بطاقة تعريفية لو سمحت. تفضل عن شخصك الكريم. اهلا وسهلا فيك، بحب اعرف عن نفسي، انا هاني من سوريا، بحب أعرف عن نفسي بطريقتي الخاصة، إنسان بهذا الوجود. الاسم هو اسم اكتسبناه، أهلنا سمونا إياه، بحب أسمي حالي دائما هو العقل، الاسم هو العقل، يعني الإنسان بيميزه بين الناس، صح اسمه للمخاطبة بس الاسم اللي بيميزه بين الناس هو العقل أكثر من الاسم. دراستي جامعة دمشق علم اجتماع مع إيفاد بالسربون، أخذت لايسنس ودكتوراه بعلوم الإنسانية وعلم الاجتماع باللغة العربية تحديدا أخذتها، تخرجت إيفاد من هونيك ورديت رجعت، ما تقريبا شوي موضوع العلم وشهادتي ما زاولتهم، لا بزاول عمل خاص فيني فقط. يا سيدي، ونعم الأسماء مثل ما بقولوا، العقل هو أهم الشيء يعني، وأجمل اسم أظن. أخي هاني، إذا بس هيك تعطينا لمحة عن نشأتك الدينية، إذا تقدر هيك تلخص ايه اوكي، لنا النشأة الدينية، لوين وصلت بمرحلة الإيمان خلينا نقول. انا من اسره مسيحيه شرقيه دمشقيه، اسرتي ملتزمه مؤمنه متماسكه، ما فيها تفكك اسري نهائي، منفتحه، بحترم ايمانهم كثير، ما بفرض عليهم انه مثلا يكونوا مثلي، وهن ما فرضوا علي شيء، بيعرفوا انهم تقريبا من ايام الثانوي بسن اول الشباب تقريبا كان عندي هالنظره البعيده عن الاديان او الاسئله عن الاديان، اشارات الاستفهام المكرره، اشارات الاستفهام الكتيره وفي منها احجام كبيره، ما وقفوا ضدي طبعا، عاطفه الاهل اول شيء انه لا وايه بس تصطفل، ما بشكل طبيعي يعني، أنا احترمت إيمانه وهم احترموا نظرتي، وبعدين بين الغربة والسفر والعلم والدرس كمان تابعت لحالي وما حدا كان وقف ضدي، وحاليا لا أنا لا ديني، بعيد عن الأديان، بعدت عن هالقصص الموروث اللي ورثونا يا أهلي، طبعا الدين ما كان انتخاب كان موروث فقط، حاليا لا أنا لا ديني، بعيد عن الأديان وتخاريفهم وأساطيرهم وموروثاتهم بشكل كامل، حتى بنقضها مهما كانت، يعني بدءا من الدين المسيحي لليهودي للإسلامي هيك. جيد، يعني خلينا يعني هن كم سؤال هيك باختصار، وبعدين ندخل بالموضوع مباشرة. يعني لا تفضل. تفضل. عن شو عم تقول، هن كم سؤال لا انه كيف الأساس، بدت مراحل انه وقت اللي انتقلت انه من الاسره المتماسكه المتعصبه مؤمنه، هي ما عندها التعصب كان المتشدد، انه كيف انتقلت من اسره مؤمنه وبلشت تشك او شكل عندي اشارات الاستفهام، هيك بتقصد؟ بالضبط يعني مراحل الشك اللي بدأت فيها، كيف بدأت تفكر بخرافة الأديان خلينا نقول. اوكي، هلا ماني هون بدي ابدا بموضوع انه خون، انه صير خون الاديان، لا خليني انقضها نقد، ما بدي اوصل لمرحله التخوين لانه ما بحب التجريح انا، خلينا نكتفي بالنقد. لا انا شكلت قناعه عندي انه هي الاديان ما عاد نظرت لها غير انها اساطير، هي فقط اساطير، يعني ما عاد نظرت لاي دين انه هو شيء الهي
او لازم نكون متعلقين فيه، او هو سبب وجودي. انه لا، مو هذا الدين هو اللي انا، اذا بلا الدين بدي انتهي، ومع الدين انا بدي تابع. ما عاد نظرت له، صرت اقرا عن الدين هو عباره عن مثل كاني عم بقرا اساطير الاغريق، مثل كاني عم بقرا عن اي اسطوره مرقت بالتاريخ. يعني بنقدر نقول مثل سوبرمان، مثل أسطورة سوبرمان مثلا، أو أي أسطورة من السنافر وغيرهم يعني. أكيد 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 أكيد. يعني أنت بس تقرأ أي أسطورة من الحضارة الإغريقية، من أي حضارة مرقت بالتاريخ، من أي فيلم كرتون عم تحضر على التلفزيون، هالأفلام الخرافية، ما بدنا نسمي كثير يعني أسماء، بس إنه شيء معروف لكل الناس. صرت أنظر إنه هيك الدين، عندك إله ملزم فيه، انتبهها، نحن ملزمين بإله فرض علينا بشكل أسطوري، هو سادي همجي، إما يكافئك بعدد هائل من النساء، وإما يكافئك أو يعاقبك بكمية من النيران آلاف السنين لا تنتهي. هي بالنسبة مثلا لمنظور أحد الأديان، أكيد معروفة في غير أديان كمان، هو إما بكافئك تكون جنبه أو بعيد عنه، بيوعدك. عم يعني بحكي عن المسيحية، إنه إما بالفردوس أنت جنبه، أوكي، وبدك تعيش ملائكة لا يتزوجون ولا يتزاوجون، يعني لأنه بدك تتنسك له بالدنيا وتتنسك له بالآخرة. يعني هيك مذكور عند المسيحية، إنه هون بدك تعيش عفيف النفس، وفوق بالجنة بالفردوس عنده بدكم تكونوا ملائكة لا يتزوجون ولا يتزاوجون. طيب ما نحن بشر، ما هو كمان هذا الشيء فيزيولوجي بحاجة الإنسان. يعني بدك تعيش محروم هون وفوق، عنده مثلا بيمتاز عن غيره، ما لي بصدد دفاع عن دين عن دين، لا، لما بيشرح لك هو كيف الطروحات تبعه، شو الجحيم عنده، شو الفردوس عنده، بلش انت تتخيل انه طيب انا كأنه رايح على متاهات او رايح على غيبيات وملزم تآمن فيها، وخصوصي انه في بنود طوبى للذين آمنوا ولم يروا، يعني انه آمن على العمياني. طيب اوكي، ليش ما بصير اسأل عند مثلا عند غير طائفة مثل المسلمين، لعن الله مريدا قال لشيخه لماذا؟ طيب اوكي، ليش ما بقول له لا، يعني شو هو الشيخ، يعني هو معه تكليف من الله، جاب تكليف رسمي مختوم وموقع منه. هاي الاشارات الاستفهام لما بلشت فيها، وطبعا بدءا من طائفتي ديني مجتمعي، اطلعت على غير اديان، لقيت الأسوأ مع الاسف. هي لسه ما حكينا، لسه ما اخذت يعني فكرة خفيفة عن الأديان البعيدة اللي بشرق آسيا أو كذا، لقيت إنه مثلا كلها تخاريف، يعني هيك لسه هناك عندهم التخاريف، يا محل عنا، لقينا إنه نحن بألف خير عنهم. هاي الأمور اللي خلتني أكون بعيد بعيد عن هالأساطير، بعيد عن العادات. ممارسة الدين هي عادة صارت، يعني هي الأديان السماوية الإبراهيمية اللي بيحكوا عنها عادة، موروث اجتماعي، موروث عائلي، أكثر من ما هي عبادة. 90% من الطقوس اللي بتمارسها هي عادات. طيب أوكي، وين الإله؟ لا أوكي، خليني أنا على الإله تبعي، خدوا هذا الإله خلوه عندكم، يعني احتفظوا فيه لنفسكم، احتفظوا بهالكتب الأسطورية، هالكتب الدينية اللي بتنباع على القرصفة، يعني عفوا معلش بتمرق، خليني اسمي بالاسم، ها بدمشق مرق بشارع 29 ايار مقابل السفرة، بتلاقي هي الكتب الدينيه عم تنباع على الرصيف، صافينا هيك على الرصيف، او المكاتب بالمسكيه حاطينها على طاوله خشب وشي على الارض. طيب اوكي، انا هي الكتب بدي نحن كتاب بالمكتبه ومجلد وعلمي لجهابذه التاريخ، بتلاقي له قيمه ومحطوط بمكتبه ومجلد وبنايلون وله احترام، واكتب هالكتاب الديني. قصة حضارة أنا لما اشتريتها لولد يورن من مكتبة مجلدة بتجديد فاخر وعلى رف وعلى كذا وعليها غلاف من الشرينك النايلون، شغلة حضارية. تلاقي كتاب الديني على الرصيف عم بينباع. طيب أوكي، أنا هي الكتب اللي بدك يعني آمن فيها بالغيب بصمت دون استفسار دون أي سؤال، بدك تبصمها على ما هي،
بدك تطيع عاداته أكثر من إيمانه. أنت ملزم تمارس عادات الدين، موروث الدين ملزم فيه، مانك ملزم بالكتاب. وقت بتجي بتحكي عن أي كتاب صار هذا الكتاب منزل، أنت عم بتجدف فيه، أنت عم بتجدف بالذات الإلهية، أنت عم تتهجم على الذات الإلهية. أخي شو الذات الإلهية؟ طب أوكي خذوا، أنا سامحتهم فيه، هذا الإله احتفظوا فيه، هو وكتبه الترهات تبعه هو وأساطيره. أنا هالإله اللي خلق هالقدرة أنا بقول فيه هاي القدرة موجودة، حلو، راح يكون اختص فيه لحالي، احتفظ فيه لنفسي، اتركوني أنا احتفظ باللي إلي، ومسامح كل هالناس بعاداتهم وكتبهم وإلههم السادي. أنا ما بنظر له غير إنه سادي مقزز حصرا، ما لقيت له توصيف تاني، يعني حاسس حالي حتى هذا التوصيف متواضع لإله، يعني لسه عم بدي لاقي له توصيف كي يليق بمقامه على حسب ما نزل لنا بكتبه وبرسائله وبأنبيائه، لسه فلسه منلاقي له توصيف يليق بمقامه. كلمة سادي لسه قليلة عليه، هي نظرتي تجاهه، معلش. والله يهمك، انا يعني من اشد على ايدك ولكن بكل الواحد تاكيد، يعني كلمه سادي قليله عليه، يعني انا معك. وفي موضوع فعلا مقصر تجاهه، مقصر تجاهه. بكل تاكيد موضوع المكافاه والعذاب، يعني انا بعتقد انه على الحالتين معذب، يعني حتى اذا رحت على جنه المسلمين ولا المسيحيين ولا غيرهم، يعني عذاب بعذاب بعذاب من نوع اخر يعني بيكون. طيب أكيد أكيد، خلينا ندخل بموضوعنا أخي هاني، تفضل. هل تعتقد أن الإنسان مكون من جسد وروح، أم هو جسد مادي تعمل كالمكنة فقط، يعني مثل ماكينة بتشتغل فقط جسد وخارجة، يعني بعيدة عن الروح، ولا تعتقد جسد وروح؟ تفضل. أوكي، خليني أوصل لك شو أنا مقتنع وبعتقد فيه. الإنسان بشكل عام هو وحدة كاملة نفسية جسمانية غير متجزئة، في بداخله روح إنسانية، يعني بدك تجزئه لما بلش نجزئه. هينا حكينا عن الوحدة المتكاملة، يعني جسد ونفس وروح، مو فقط جسد وروح. الإنسان هو جسد نفس روح، الجسد هو جسم بشري يحوي بداخله الروح الإنسانية. الروح هي الإنسانية، أنت بس بدك تشرح شو هي الروح. الروح كمان مو مثل ما صوروا لنا إياها الكتب، طلعت روحه على السماء وراحت روحه على السماء، وإجا عزرائيل ملاك اللي بياخذ الأرواح، لا لا مو هي الروح. الروح هي الروح الإنسانية، أنت تعاملك، أنت بتقول بس الواحد تمدح فيها باللهجة الدارجة عندنا بسوريا بتقول له دخيل روحك. دخيل روحك مو هي اللي بتطلع وبتنزل، يعني ما في اسانسير او سلم من هون لفوق للسماء. روحك هي نفسك الانسانيه، هي هي الروح انسانيتك. هذا الانسان اللي هو وحده متكامله متماسكه تماما، بنظر له جسد نفس روح غير متجزئه، ماني شايفه انه ماكينه، هو مثل الاله، يعني مع الزمن تتعرض للتلف او بتنتهي ترجع بتنصهر من جديد. لا ما بدنا نفوت، لانه الآلة يجوز انها ترجع تصهر معدنها، رغم في اديان بتعتقد انه هذا الانسان بس مات رح يرجع يطلع بشخص ثاني. لا انا بعيد عن هاي، لسه اسطوره متشعبه جدا عند نسبه جيده من الاديان، هي بسموها التقمص، اكيد معروفه. ما بحب سمي حتى ما يقولوا انه ها عم بيتهجم على الطائفه الفلانيه او الدين الفلاني او لا. الانسان ما هو ماكينه يعاد تصنيعه، يعني ريسايكل، لا لا لا، الانسان جسد ونفس وروح. لما بينتهي طبعا بيتحلل عضويان، القدره اللي انا عم بحكي عنها اللي هي القدره اللي انا الاله اللي انا عم بحكي عنه، ما هو الاله تبعهم، يعني ليس اله هذا العالم، هو موجودة هي القدرة، الخالق اللي ركب هالتركيبة الكون الواسعة ما اجى بالصدفة. انا ضد نظرية الصدفة على فكرة، هيك تكوينة الانسان. واهم شيء فيه، اهم شيء الزاوية اللي انا بنظر لها بشكل اساسي هو الجسد،
النفس عرفنا أن هي روح إنسانية اللي هي مدموجة مع الروح، النفس والروح متماسكتين. أما الجسد اللي هو البدي اللي نحن عايشينه، هذا له اهتمام واسع كتير. ما بحب أنا أعطي لمحة عن الجسد أنه هو شيء أوبجكت، يعني لا هو مو شيء. الجسد هو هذا التكوين يلي له مكانته، له أول شغله بده يكون الإنسان هو محافظ على جسده، محترم ذاته بغض النظر عن الأديان. يعني الإنسان كان يدير باله على جسده، كان يحترم جسده، يخبي عورته قبل ظهور الأديان بفطرته، بالطبيعة البشرية تبعه، بطبيعة البشر حمى جسده. يعني ما في إنسان إنه وجد بالعصور العصر الحجري إنسان الكهوف ما كان انه عنده ايده رخيصه عليه، انه اذا قطع ايده هو بملء ارادته، لا كان يخاف على ايده، كان يعرف شو يعني الم، كان يغتسل يعني بالانهر بالبحيرات يغتسل، لما ينام ينام بالكهف يدفي حاله. يعني الانسان بيعرف انه جسده له قيمه بالطبيعه البشريه بفطرته بتكوينته، ما نظر للجسد تبعه. يعني الإنسان ما نطر الدين لحتى علمه شو هو الجسد، بالعكس الدين حور طريق الجسد، بعد الإنسان عن جسده. أنا ما بنظر إنه هاي الأديان السماوية قربت الإنسان لجسده، بالعكس صارت تعطيه تفصيلات أكثر، صارت تعطي الجسد من كتر ما جزأت الجسد، من كتر ما عطته، من كتر ما عطته مراحل، من كتر ما اعتبرت إنه هذا الجسد فيه أمور نجسة، فيه أمور سيئة، فيه أمور قذرة. لا لا، الجسد ليس قذر، الإنسان ليس نجس. النجس هو من لديه الأفكار بعقله النجسة. النجس هو فكر بالضبط. وليس بالبدي أو بيقعد على بدي الإنسان. يعني الإنسان لما أنا معلش بيقولوا لك طلع من الحمام بيكون نجس، ليش؟ هذا اللي انت كان على جسمك كان جواتك، كان ببطنك، بلش من تمك. يعني لما هي المرحلة اللي كنت فيها انت بالحمام هي بدأت من الفم، شو انت تناولت نجس وطلع نجس؟ لا، والجسم ما بيحول، ما بيحول الطعام لما بيحولها لفضلات ما معناتها تحولها لنجس. تركيبة فيزيولوجية الجسم دخلت هي مواد عضوية وخرجت من الجسم مواد عضوية، هذا تعريفها العلمي. دخلت مواد عضوية وخرجت مواد عضوية، ما في شيء اسمه نجس غير الدين اللي حدد انه الجسد في شيء بنجسه، في شيء بيطهره، وحدد لنا انه في تطهير هون على الارض وفي تطهير فوق بالسماء. يعني اعمل لك لما جزأوا للجسد خسروا قيمته. الاديان انزلت من قيمة الجسد ولم ترفع من قيمة الجسد نهائيا. شو بيمنع؟ شو بيمنع؟ أنا إذا عم صلي راح أجي مع المؤمنين أو الإبراهيميين كلهم بطوائفهم الكاملة بدون استثناء. شو بيمنع أنا إذا بيني وبين هذا الإله تبعكم دعيت له وطلبت منه وعلى فرض بخزعبلاتكم استجب لي، يا هل ترى راح يسألني أنت هلأ طالع من الحمام نجس؟ هلأ كنت أنت مثلا مع زوجتك وانت جنب او طاهر هلا قبل ما تطلب مني؟ يعني هو بيعمل تحقيق قبل ما يلبي دعاوي المؤمنين. يعني انا هي اللي ما عم بفهمها، هي المرحله العلاقه بين الانسان وخالقه. انا القدره هي اؤمن بها، اؤمن بقدره الخالق، وليس هذا الخالق ما تتحدث عنه الكتب التي تباع على الارصفه. علاقتي معه هي مو علاقه ما هو على سطح جسدي، ما هو العلاقة بالنجس وعلاقة الإنسان مع خالقه فكر. النجس هو فكر، علاقتي معه هو فكر. بالضبط. يعني انا العلاقه بين الله ومساله النجاسه، هاي البراز وغير البراز، يعني ليش الله هاي مهتم كثير بهالمسائل هاي؟ ما عم بفهمها. على كل حال اخي هاني، في عندي سؤال. هم بقول الاديان بشكل عام تعتبر الجسد دون اي قيمه، حيث تامر دائما الاهتمام بالجانب الروحي واهمال الجسد، لدرجه تصل احيانا لاهمال الكامل، مثل ترهبهم بالمسيحيه التي تفرض على من يرغب أن يهب نفسه للكنيسة أن يبتعد عن الجنس الذي يعتبر أحد أهم الحاجات الفيزيولوجية
للإنسان، بل تتعدى بعض الأديان هذا الأمر فتأمر أتباع بمعاقبة أنفسهم بالضرب، بضرب أجسادهم وجلدهم، يعني مثل الشيعة بنشوفهم بيساووا الويلات. برأيك ما هو هدف الأديان من تحقير الجسد لهذه الدرجة؟ تفضل. اوكي الله يجزاك خير اخي الكريم. العالم من حولنا بمجد الانسان، بمجد الانسان جسده اكثر من تمجيد شخصه. هي النظره لازم اول شيء ننتبه لها بالنسبه للعالم من حولنا. لحتى نبلش بالاديان شو بتعتبر الجسد. بالدرجه الاولى اي مجتمع بيعيش فيه الانسان بشكله الفطري، وطبعا للعب دور بهالتمجيد او التحقير هو الاديان. بمعنى اخر اي مجتمع حولنا بمجد الانسان بالشكل اكثر من الشخص او اخلاقه. بيهتم باني طريقه، بيهتم بقوه الجسد لانجاز ما يحتاج اليه الانسان. بيهتم العالم بالجمال الخارجي للجسد أكثر مما يهتم بنفس الإنسان. كيف؟ بينظر المجتمع هذا الجسد قوي. مثلاً أنا صاحب مصلحة، بلش أنظر لإنجاز مهام الإنسان بقوته البدنية. الجمال الخارجي بينظر طبعاً هذا بالتأكيد للأنثى، والأنثى تنظر للجمال الخارجي للذكر. مثلاً بعطيك أمثلة على سبيل الطرف، يعني بشكل عام الإنسان أي شاب أو فتاة بيطلعوا للمظهر الخارجي للجسد. يعني بيكون مثلا الفيسبوك مثلا إذا شاف بروفايل حدا، بنت شافت بروفايل شاب عجبها، أوكي بتحاول يلفت نظرة، ما راح نحن نحكي أكثر من كلمة لفت نظر. أو مثلا شاب شاف صور العارضات المذيعات ملكات الجمال، يلفت نظره فورا الجمال الخارجي، بيهتموا بالجسد خارجيا. فهون هذا نظرة العالم للجسد من الشكل الخارجي تبدأ. بعدين انت لما بتجي مثلا بتحكي معهم او بتكون عم تقنع شخص، ببلش هو يزاود عليك انه جمال النفس وجب، بس لا، الواقع هو العكس. الواقع الملموس هو عكس ما مثلا وقت انت بتقعد بتحكي معه بتحاول تتوصل معه، فورا هو بتلاقي بيدافع عن نفسه. اوكي لا اخي الجمال، انا اي شاب بتساله انت ليش لفت نظرك مثلا هالشيء، هالانساني، بنت بتساله ليش لفت نظرك، لا بتنظر لك فورا للجسد، بتقول انت نظرت مثلا عجبك شكله الخارجي، بتبلش لك ايه بس النفس. يعني دائما بتكون هي المرحله الثانيه او هي العذر، انه جمال النفس اهم من جمال، يعني بيكون هو يا للتعذير او بالمرحله الثانيه. بالمرحله الاولى العالم بيستمد نظرته للجسد خارجيه قبل النظره للشخصيه للاخلاق. بيهتم بالشكل الخارجي اما بالقوه البدنيه او الجماليه. بالنسبه لتعامل الاديان، خلينا نبلش من المسيحيين. المسيحيين هي الرهبنه عندهم، يعني بالدرجة الأولى هي معيشة مختارة، يعني هذا التنسك والبعد عن الجنس و و و هي معيشة مختارة، ما فرض عند المسيحية، هي معيشة مختارة. وبتختلف الرهبنة، يعني ما فينا نحن، لا مو بسبب عم دافع عن المسيحيين، يعني عدة أنواع من الرهبنة، رهبات أم تريزا، الرهبان اليسوعيين، رهبان مارجريوس، كل مسيرة رهبنة بتختلف عن الأخرى في عدة مجالات، وبالنتيجة هي معيشة مختارة. بيجيك غير الرهبنات اللي بشرق آسيا، بيجيك ما بدنا نحكي عن ما في تنسك بالدين الإسلامي، في شيء اسمه مثلا لما بيروح بيتمشيخ، بالعكس هو بصير بيهتم بالجسد أكثر بكتير، بتنزل قيمته عندهم. يعني عند المسلمين بصير درجة كل ما تعمق بدينه أكثر وتمشيخ أكثر، كل ما بتنزل درجة الجسد أكثر، تختلف كثير. وما فينا نحط مساواة، يعني عند طوائف محددة معروف عن مين رح أحكي، بتحبوا نسمي الأمور بمسمياتها، كمان شيء واضح، لما بيتمسك بدينه أكثر بيتعامل مع الجلد.
الاسلام بشكل عام بيتعامل، ومو بس الاسلام، الاسلام والمسيحيه عندهم الصيام مثلا. اوكي التجويع، هل انا اذا جعت او عملت الاماته، الاماته عند المسيحيين، الصيام والتجويع عند المسلمين، يا هل ترى هل تعذيب الجسد ماني مضطر انا جوع لحتى اثبت لله اني بحبه؟ ليش؟ شو انا شو قدمت له؟ يا هل ترى تقشفت؟ يعني بنشوف نحن بيعتبروا انه هذا الصيام تقشف، بيصوم طول النهار ووقت العشاء بتكون كلفة العشاء اكثر من العشاء بالايام العادية او اكثر من ثلاث. طب اوكي وانت ما تقشفت، يعني التعامل، رجعنا للموروث الاجتماعي، رجعنا للموروث التقاليد، يعني رجعنا للطقوس، ممارسة الدين عن طريق الطقوس والعادات. بيجي هون بيصير بيتعامل مع الجسد، اما بالجلد، عندك عدة خيارات، التجويع، الإماتة. طيب أوكي ليش؟ يا هل ترى هذا الإله اللي عم بتطالبونا نعبده هو مع أساس يعني خالق البشر لا يعبدوه، وهو بيحبهم وهو صاحب الأمانة وهو أعطانا؟ طيب إذا أجينا معكم معناتها أنا فيني أعبر له عن إيماني له وحبي له بيني وبينه بالعقل بالفكر، بعبر له هالشي بإنسانيتي أنا. شو بيفيدني؟ خلينا نوضحها أكثر. شو بيفيد الإنسان بالعبادة أكثر؟ هل يا ترى اللي بيفوت على التم أو اللي بيطلع من التم بشهر مثلا الصيام بمناسك الحج، يا هل ترى العبادة ما يدخل من طعام إلى الفم أو ما يخرج كلام من الفم، وين العبادة؟ يعني ما بدنا هلا نبلش نحن نذم، بالعكس الأمور واضحة قدام كل مين عم بيسمعنا. نحن متأكدين من كل الطوائف ومن كل الأديان تتعامل مع تعذيب الجسد بالصيام بالتجويع، الإماتة أهم شيء، الإماتة هي عند المسيحيين. طيب أوكي شو يعني أنت عملت إماتة؟ عملت إماتة الله راح يحبك أكثر مني؟ طيب أنت وفر لي هالإماتة وخليك تكون منطقي أكثر، عرف كيف؟ واعمل شيء لانسانيتك، تخدم اخيك الانسان. يا اخي لا تروح، نحن ما بنقول لك روح حب جارك هو عم بيسبك، لا، قدم شيء للبشريه، ابدع ابدع يا اخي. اذا كنت بتشتغل رسام ابدع بفنك، انت خدمت البشريه. اذا كنت بتشتغل اي مهنه ابدع، اذا كنت بتشتغل بالعلم الف كتاب، قدم شيء للبشريه. العالم بتفكر انه قدم للبشريه يعني مسك ودفع الصدقه، نحن ما لنا ضد الصدقه. الصدقة إلى وقتها أنا بحس حالي مثلا فلان بحاجة لمساعدة بساعده إنسانيا، بجوز أخذه أنقله من مكان إلى مكان، يكلفني نقل ووقود وكذا أكثر من الصدقة اللي بدي أتبرع فيها وتفوت شعل شمعة بكنيسة أو بالجامع أدفع للجمعية الخيرية. في أعمال الصدقة مو بالشكل اللي ورثناه عن طريق الدين. هون بنرجع، فالجسد ما بيصير يكون الجسد نتعامل معه الطريقة الدينية بالجلد والتجويع. أنا ضده، أنا ضد هالقصص. لسه ما بدنا نحكي عن هاي العادات والتقاليد تبع دول المؤمنين اللي بيقيموا الصلاة وبيكبروا وبصيروا بيضربوا الشيش، بيسموه ضرب الشيش، اللي بيفوت الصيخ من خده وبيطلع من الخد الثاني. يمكن كنت عندك بقول لك خبرة على مسألة الشيش بصراحة، يعني مسألة الشيش عنا هنيك هاي، انا منتشر كثير. انا الي مؤلفه عنا، كاتب عنا بحث كامل، هي يعني الي بحث وموجود على الانترنت، بيقدروا يفوتوا العالم وتقراه، بحث كامل عن ضرب الشيش. انت مين هالاله يلي كلفك تقعد تكبر؟ مرفق بفيديوهات وبوثائق وباسماء وباني مناطق بالخليج ومع الاسف بالشرق الاوسط. مين هالاله اللي كلفك تضرب شيش يفوت بخاصرتك من طرف اليمين يخرج من طرف اليسار مع التكبير والصلاة؟ طيب اوكي انت هيك بتعبد ربك؟ انا مشان هيك قلت لهم خذوا هذا الاله، هو وكتبه وترهاته واساطيره، احتفظوا به، انه لكم مبارك عليكم. لا اريده قولا واحدا. فهذا الجسد شيء، يعني كيان الانسان اللي هو مدموج جسد ونفس وروح.
ليس بعازي إلى التجويع، ليس بعازي إلى الجلد، ليس بعازي إلى ضرب الشيش، ليس بعازي لكل هالتقاليد. بيجوا أيام المؤمنين بيدافعوا عن حالهم، هاتوا النص اللي بيحكي لك عن ضرب الشيش. أنا ما بدي النص اللي بيحكي، بدي الموجود. يعني في منهم بيدافع عن حاله، لا أخي أعطينا النص يلي أنت عم بتحكي عن فكرتك. طيب اوكي انا ما بدي، انت شو بدك بالنص؟ انا كتابك كله ماني معترف عليه، والهك كله الاله تبعك الخاص فيه ماني معترف. في واقع موجود ما فيك تنكره. يعني مو دائما النص هو حجه اصلا. هي هالنصوص يعني انت عم بدك يعني جيب لك نص من اسطوره. يعني انت شوف شو بيطلب منك. بيجيك المؤمن وخاصه الاسلام بيطلب منك دليل النص. طيب اوكي اذا نصك خرافي، النص تبعك هو عبارة عن خرافة وأسطورة، بدي أجيب لك دليل من خرافة. يعني أني أقوى، الدليل الخرافي أم الدليل الواقعي اللي رح نشوفه بعيننا؟ هي النقطة، هي الحلقة كتير على، يعني هي الحلقة المفقودة بيني وبين المتعصب لدينه. إنه هات لنوصل لحل بيني وبينك، أنت عم تطلب مني نص، ما فيني أجيب لك من خرافة. واقعك أقسى من هيك، تعذيب الجسد، هتك الجسد. الجسد حفاظ عليه، نظافته الشخصية، النظافة الشخصية نحن نتعامل معها لحتى نحافظ على نفسنا نظيفة، لحتى نحافظ على المعنويات. لازم الإنسان يهتم حلاقة الدقن. مو أنا إذا بدي أتنسك بعمل دقني شبرين أنا معناتها تنسكت، لا. التنسك أنا فيني كل يوم أحلق دقني وأطلع بمظهر لائق اجتماعياً، يكون لي مظهر. لا، هي الدقن انا على فكره كثير ببتزلها. ما هي مظهر الدقن؟ حلوه اذا بتتحنجر تكون محت بطريقه ناعمه. يعني تربيه الذقن إلى جماليتها بشكلها المعروف اللي بيليق بالناس، مو مثلا مثل مطاوعين الخليج بيطلع لك بدقن مرعبه. على فكرة يعني أنا كان عندي سؤال جاي عليه، يعني بمسألة الدان، يعني مثل ما بقولوا، يعني اللي بيشوف الأديان كلها في شغلة مشتركة بين، يعني كان مسيحي يهودي بوذي مسلم، بتلاقيهم كلهم ربين دقنهم بشكل يعني عفوا مختلف بوذي لحد كمان. القرافة. يعني برأيك شو الشيء المشترك يعني بيناتهم؟ شو السر بتطويل الدقن؟ هلا اذا بدك نتشعب بموضوع تطويل الدقن، اوكي البوذيين بيحلقوا، البوذيين بيحلقوا دقنهم. الهندوس لا. الهندوس، سوري، الهندوس. ايه ليك هي بيعتبروها، انا هيك يعني جبت معلومات عنها، انه ما بصير الدقن تكون ناعمه كثير، قال بتصير شهوه. انه انا اذا حلقت دقني بثير شهوه غيري، انه هي مفسده. يعني لازم تكون التنسك هو البعد عن الشهوات، البعد عن جماليه الانسان. طيب اوكي جماليه الانسان بدقنه يلي، يعني عفوا من الاخوه المطاوعين بالسعوديه رح اقول لهم اياها وعلنا، هل يا ترى تطويل الدقن هي لا تصلح سوى مزارع للقمل؟ يعني لا تصلح للتنسك. يعني الاله تبعكم يوم الحساب المزعوم تبعكم، يوم اللي اما بده يعملني بالزيت المغلي كنتاكي يوزع اللحم تبعي للمؤمنين يتعشوا فيني، او بده ياخذني على الجنه اللي عند 4000 5000 عدد وافر جدا من الحوريات. يعني ما بعرف هل بهالدقن انا هيك رح اوصل، ولا هي انت دلاله على انك انت عفيف النفس والروح يعني طهارتك الانسانيه مو طهارتك الخارجيه. الانسان ما في شيء اسمه نجس وطهاره. يعني الطهاره هي فكر، النجس هو فكر. الطهاره مو ما يلامس الجسد من الخارج، وليست العضويات اللي بيفرزها الجسم. يعني ما بعرف هي الدقن انا كثير ما لقيت عنها غير انه هن بيكبحوها مشان الشهوة، بيحطوها انه الانسان الناسك لازم شو بيقولوا ورذل نفسه لعبادة الرب، مثلا هي مذكورة عند المسلمين. طيب ليش لا ارذل نفسي؟ ليش لحتى ارذل جسدي؟ يا هل ترى الخالق تبعك خلق لي اياه لارذله؟ ما بصير ارذله. لا، تربية الدقن بينظروا لها هن لعدم شيء. انا ما لقيت لها تفسير، يعني غير انه مثل ما هن حكوا عنا. اما التفسير بمبدئي ما لقيت الا غير انه انت عم
تبشع الجسد، إلى بالضبط. أن أشكالها الحلوة، إلى أشكالها المنطقية المقبولة اجتماعيا. أما هي هالتطويل بالأشكال القذرة مثل ما بنسميها أحد العلامات، ليكم موجودين فيديوهاتنا على اليوتيوب، يعني إنها مثيرين للشفقة على هالدقون تبعهم، على شيء فوق، يعني تجاوز القرف مع الأسف، يعني لو الكلمة سيئة، بس شيء تجاوز القرف يعني مع الأسف انا شديد. رايي الشخصي اخي هاني انه هن يتقربون الى الههم بالقرف، يعني بصراحه لانه الههم مقرف. يعني مثلا الارهابي بيتقرب الى ربه بذبح الناس لانه الهه ارهابي. على كل في شغله ثانيه، الاله هذا الابراهيمي، خلينا نقول بما انه مجتمعنا اغلبه ابراهيمي، يعني مهتم بعضو من اعضاء الجسد، يعني الأعضاء التناسلية، خلينا نقول يعني مهتم بشكل عجيب، حتى وصل لمرحلة إنه يقطع شقفة منه مثل بالختان، يعني كان أناث ولا ذكور. برأيك يعني شو السر بهالموضوع؟ يعني مع احترامي الشديد للمستمعين، احترامي إليك، يعني ضحكت غصبا عني على الشغلة، فعلا مضحك، فعلا فعلا مضحك. لما نجي للختان، رجعنا للنقطة اللي عم نبحث عنها، رجعنا للموروث الاجتماعي القديم. هو بدأ عبراني من زمن العبرانيين، من زمن إبراهيم، صحيح كما تفضلت، موروث اجتماعي عبراني إبراهيمي حصرا، وختن الإناث تحديدا حالة اجتماعية. يعني ما بعرف، إنه يمكن هم بيعتقدوا إنه هذا إلههم بيفحص، ما بده ياخذه عند الحوريات فلازم يفحصه. يعني عفوا، عم بضحك غصبا عني، الفكرة كثير كثير، يعني شو بدي، ما بعرف شو أوصفها، مضحكة، مقرفة، مقززة، إله تافه. هو بالعكس، يعني عن جد هو مهتم بهالمنطقة، تفضل. يعني الله تبعه هذا مهتم بشكل عجيب بهالمنطقة بالذات، يعني بهالمنطقة ما بعرف شو شلون، يعني جد شيء مضحك وشيء أخي جان، جان، جسد الإنسان، جسد الإنسان هو جسد واحد لا يجزأ، ما في منطقة منعزلة. صح، الإنسان ملزم بستر عورات، الإنسان ملزم بستر عورته، بعرفها من قبل ما يعرف الكتب، من قبل ما يعرف إبراهيم. بس مو معناته أنا إذا بيستر عوراته بيحافظ على جسده، بيحافظ عليها لشخصه، لكيانه، ما بحافظ عليها كرمال هذا الإله. الإنسان القديم حتى بينرسم بالصور والأساطير والنحت الحجري، انرسم أنه كان يغطي عورته، ما انرسم بشكل سافر أو عاري. هي الرسومات الحجرية موجودة كلها، والأساطير كلها بتذكر الإنسان انرسم بشكل مستور، يعني الإنسان عرف السترة، مو الإله تبع إبراهيم ما أجا قال له في فحص قبل ما تفوت لعند الحوريات. طيب اوكي، طيب بركي هذا الزلمه كان بده يروح على النار، ما عاد يفيده ان كان مختون او لا، ما بعرف، ما عنده حوريات، هذا راي على النار، يعني شو عاد يفيده ان مختون او لا، ما بعرف. فكره كثير، فهمنا اذا بده يفحصوا الاله تبعهم بالنار ما بتلزمه، ما في ولا في حوريات بالنار، ما بعرف، بدنا يفيدونا اصحاب بيفيدوا العلم. الذبات هنيك على فكره. يعني انا بتعجب انه اله خلق الانسان بهالشكل هذا، بعدين بطلب منه انه يقطع شقفه من اللي خلقه هو. يعني اله اكيد مجنون، يعني ما في غير هيك، يعني انه انا اخلق شغله بعدين اطلب منك لازم تقطع، يعني شو هالحكي الفاضي هذا؟ على كل أكمل لك، ما ظهرت الختان، الختان ظهر عند العبرانيين، العبرانيين قوم وليسوا طائفة، العبرانيين قوم وليسوا طائفة، بعدين صاروا هن العبرانيين اعتنقوا اليهودية ما لنا، بس هن من زمن إبراهيم. وختم الإناث تحديدا، يلي أكثر شيء بمصر بيختنوا الإناث، كل الطوائف يعني على أغلبيتها، ما راح نعمم، على أغلبية الطوائف بيختنوا، يعني إنه بيعتبروا انه هي البنت، ما هن اصلا، هو الاديان تنظر لسلعه، ما هي سلعه تباع تشترى كذا. فالختن لحتى ما تكون عندها، ختن الاناث هو على فكره علميا بدني من شهوتها، فهن مو هن معتبرينها عوره او سلعه، فبغض النظر فما لازم يكون عندها شهوه.
يعني انه فقط الذكر لازم يكون مشبع بالشهوة، الانثى لا. ختن الاناث علميا بيفقدها كم هائل، يعني مثلا هذا عملية ختن البظهر، طيب ما هي الاستثارة عند الانثى علميا من البظهر، كيف انا بدي انهي له نقطة الاستثارة تبعها؟ بختنها. اوكي انت قتلتها، معناتها هي صفيت، انت حولت الجسد لآلة. اللي كنت عم تسألني انه الجسد هل هو ماكينة، هل هون حولها لا يعني آلة للنكاح فقط، أصبحت آلة نكاح، ما عندها لا مشاعر ولا إثارة جنسية ولا بتوصل يعني إن ذي هاي أو النشوة. أوكي. طيب ليش؟ يعني حتى لو حولت لآلة، يعني آلة غير نافعة الأديان، عفوا عفوا أخي جون، الأديان اللي حولت الجسم لماكينة، الجسد تحول لماكينة بسبب الأديان، وحصرا ختن الأنثى حول لماكينة، ماكينة نكاح فقط، ما عم لاقي لها توصيف اخر. يعني بالأسف. انت عم تقضي عليها جنسيا، قضيت عليها جنسيا فقط، انت بدك تمارس مع الجنس من طرف واحد بمشاعر وحده، انت اللي بدك تنثار. انت يعني اول شغله ما بعرف هو وين المتعه، خلينا نحكي بصراحه، يعني كل اللي عم بيسمعونا هذا الموضوع ما غرب عنه، يعني انت بدك تمارس مع شريك. هلا هي ما اسمها، ليش بسموها نكاح؟ كلمه مبتذله اصلا. لما بدك تمارس مع شريك شو السبب؟ بدك انت فقط تحس بمشاعر، لك هذا الشعور اذا ما كان متبادل ومشترك وانصهروا مع بعضهم، ليش بدك تمارس مع وحده مختونه مثلا؟ كتن عند الشاب ما بقى. هلا ليك طبيا، انا برايي الشخصي طبيا افضل، بس ما بتوقع بالرأي الإلهي تبعهم إنه هو رح يفحصني فوق إنه إن كنت مختون أو ماني مختون. يعني إنه هو شو يعني رح يترك الحسنات والسيئات عند زعمهم بأساطيرهم، رح يترك الحسنات والسيئات والقتل وتقطيع الرؤوس وكل والسبايا وكل هدول رح يتركهم، ويجي يلتهي بالعضو الذكري تبعي. يعني ما بعرف، شيء مضحك. يعني انا فعلا اذا شيء قاتل قاطع 20 راس قبل ما يحاسبني على الراس اللي قطعتهم، بده يجي يفحص لي عضوي الذكري ليقرر باي اتجاه حاسس على ياخذني. الراس الصغير للاسف، يعني بيضطرونا نحكي كلمات ما لها قيمه. يعني بصراحه يعني حتى الراي الطبي طبعا، حتى الختان عند الذكور يعني يقلل من شهوه الرجل بشكل عجيب. يعني حول الجنس الى عذاب بدل ما يكون الى متعه وشيء. طيب اخي يا هاني، يعني هلا نحن بنشوف بافريقيا، بغابات افريقيا، قبائل افريقيا، بتشوف النساء والرجال اطفال عارين يعني، ولا ينظرون الى بعضهم ابدا، يعني ما حدا بيطلع بالثاني وعادي وشيء. ومع ذلك ما بتلاقي هالتحرش او الشبق الجنسي الموجود عندنا نحن، على اساس من الراقيين المتدينين، مجتمعات متدينه وبنغطي كل شيء، ومع ذلك بتلاقي التحرش الجنسي، بتلاقي الشبق الجنسي المفرط خلينا نقول عنا. عم تقصد شو عن تقول برايك؟ القبائل يلي المؤمنين بنعتوها بقبائل همجية غير مؤمنة ما عندها الإله تبعهم، عن هاي القبائل تقصد؟ بالضبط بالضبط. ما عندهم مشاكل بالتحرش، أكيد بيعيشوا بطبيعية أكثر، أكيد بيحترموا. أول سبب إنه ما عندهم كتب سماوية، هذا أول سبب. يعني بكره بس يصير عندهم كتب سماويه راح يصير عندهم تحرش جنسي. انا بقفل الموضوع مع الاسف، يعني عم بضحك بس مع الاسف هذا الواقع. طول بالك ليصيروا يلبسوا البرقع ويبلشوا بالتخلف، يبلشوا يعتنقوا الجهل المقدس تبعهم، يبلشوا يمشوا بمسيره الانبياء الابراهيميين الافاضل، بقفل لك راح يصيروا أسوأ من مجتمعاتنا. يعني ما بعرف، أكيد إنسان عايش بفطرته بطبيعته بيعيش، عندي معلومات ما راح أقول لك كافية، خلينا نقول سطحية شوي عن هاي القبائل. لا تستر جزء من جسمها، أكيد ما أنا عايشة مثل البهائم يعني عارية تماما، بالعكس بتعامل مع بعضها، ما بتوقع أنه عندهم مشاكل جنسية شهوانية غرائزية. أول شغلة ماني شايفهم انه بيعيشوا بعادات وموروثات،
يلي ورثونا اياها الكتب الافاضل. لا ماني شايف غير معلوماتي شوي سطحيه عن الموضوع، بس ما عندي يقين انه ما بيعيشوا الشهوه والكبت الجنسي اللي بتعيشه هي الاديان. وبكره عن يعني تجربة مثل ما قلت عن حابب اذا حابب يصير عندهم جرائم جنسيه وتحرش مثل ما بصير عند المؤمنين، بكره بنبعث لهم المبشرين المسلمين بصير عندهم مثلنا واكثر، ما في مشكله. وهذا بالفعل صار. يعني الله، في كثير منهم اعتنقوا المسيحية واعتنقوا الإسلام وصار يعني تحولوا. طبعا انا بجامعه سبها وبعرف جامعه سبها بجنوب ليبيا والكل بيعرف عن شو عم بحكي، وكان في تشاديين وبعرف لما التشاديين اعتنقوا يلي بالمصاري القذافي ودفع مصاري واسلمهم. يا رجل باقل من 6 اشهر صار في حالات اغتصاب عندهم بمجتمعهم، هاي القبيله اللي اسلمت باقل من 6 اشهر، وهذا الكلام موثق وبسمي لك اياها بالتواريخ وبالارقام. وهذا الحكي انا كنت فيه سنه 1997. يا رجل فورا لما دخل الاسلام مجتمعهم ودول بالمال بمال القذافي اسلموا للأسف فورا يعني فورا يتحول دخل الإنسان إلى شرير بهيك ديانات، بهيك فكر معفن. يعني أنا لا يعني لا أتردد أنه أسمي هالفكر هذا فكر معفن، يعني للأسف. مع الأسف. العفن فيه يعني كيميائيا ومخبريا العفن بيطلع منه شيء مفيد، هي الأديان ما طلع معها شيء مفيد مع الأسف. يعني العفن ما بناخده على المخبر، نحن نقدر نطالع منه بنسلين بنسلين أكثر من بنسلين، لسألك لك في أنواع من الفطريات والعفونات اللي بتعيش تحت السراخس صالحة للأكل وفيها منافع جيدة. هي الأديان ما بفتكر هي الكتب، هي الكتب يلي مكان صحيح على الأرصفة مطرح ما عم تنباع على الأرصفة، مكان ما بتتغوط الهررة والكلاب هون بتلاقيهم محطوطين على البسطات وبالطرقات. هي الكتب ما لا جدوى منها، لا جدوى منها، لا جدوى منها. أما العفن لا، في يعني أظن إذا هالكتب زاد حتى الأرصفة كثير عليها، يعني إنه مكان المحرقة بس. طيب عندي سؤال هون أخي هاني، في بالإسلام أصل هون في أصل تنميص الحواجب للنساء حرام. يعني بيقولوا لك إنه هي عم تغير خلق الله. طيب المفارقة إنه بيجي هو نفس الدين هذا بيجي بيقطع شيء من عضو من جسم الإنسان ولا يعتبره تغيير في خلق الله. شو تفسيرك لهالازدواجية بالتفكير؟ يعني خلينا نقول أني تفسير أخي جون، راح أشهر إسلامي شويتين، راح أنطق الشهادتين. مسموح تقطش من تحت وممنوع تنتف من فوق، يعني عم نقول لك الأديان جزأت الجسد، شو أنت شو بدك يعني هي الحواجب إن كانت أن تنمصت أو لم تنمص، يعني خلينا نحكي بجوز في ناس ما تعرفها بالعامية أو بغير لهجات بالوطن العربي، التنميص يعني نتف الحاجب أو رسمه. لك يا عمي هذا الجسد شو انت عم بتجزئه؟ من هون ما بتنتف، من هون بتنتف، من هون حتى في تدخل بطريقه الوضوء الاصبع في الدبر ما بقى شيء فوق القرف يعني. ومن يومين كان في فيديو موجود ليك وموجود على اليوتيوب، يعني اي حدا من الاخوه المؤمنين بحب ارفق لهم اياه، كيف الشيطان بيجي بيحط اصبعه بدبر الوليد مشان الطفل لما بيولد وبيصرخ عاليا، واذا كان صراخه بطيء بعد عنه الشيطان شيء ما بعرف يعني شو هو، شلون من هون منزود من هون منقص. يعني اديان تفتل الامور على اهواء، كتب تفتل ما عندها غير الفتل واللف والدوران، بيقدروا من هالقرنه يشيلوا شقفه. يعني حتى تدخلوا، مو بس تدخلوا فيك فكريا، مو بس اثروا عليك عقليا، جزأوا الجسد، جزأوا هي اللي حكيناها ببدايه الحلقه، تجزيء الجسد انت حطمته دمرت من قيمته. ما لك هذا الجسد كيان مقدس، مقدس انسانيا الجسد. الاديان جزأته، الاديان انزلت من مستواه، الاديان حقرته. شو معناتها انه من هون لا تنمس ومن هون انتوف؟ يعني عادات، ما عم نحكي التقاليد هي أكلة الأديان، والأديان هي اللي ركزت على التقاليد. هو ما عم بري ساحة الأديان، لا الأديان هي أصلا هي تقاليد، يعني أسطورة قيل عن قال تحولت مع الزمن إلى يعني من أكذوبة إلى صدق، ومن صدق إلى عادات، ومن عادات إلى موروثات، إلى ما وصلنا عليه اليوم
قيمة الجسد انتهت. تحديدا تحت، خليني احدد، النسبة الأعلى ما راح أعفي غير أديان، كل الأديان بشكل عام دنت شوي بحسب النسب تفاوتت. تحديدا الدين الإسلامي عطى الجسد أحقر قيمة، تجويع، جلد، نتف، قطش، ختن، يعني ما بعرف. والعقاب عالميا اليوم المحاكم، لك في كان محاكم يا رجل، الرومان الاغريق، الاغريق حاكموا بالسجن يعني مثلا العقاب الحبس التاديب، الا الاسلام ما وجد عقاب الا قطع اليد، قطع الرجل، قطع الاطراف بالتعاكس، ايده اليسار مع رجله اليمين، يعني شيء ما عنده غير التقطيع، بدءا من قطع اليد نهايه بقطع الراس، بقطع العضو التناسلي، بقطع بختن الأنثى، قطع البظر عنده، يعني شيء دين دموي حصرا، لا عنده غير القطع، ما عنده غير القتل، وما عنده مكافآت غير عدد وفير من الحقوق، يعني شيء ما بتعرف له مبدأ، ما بتعرف له بداية من نهاية، ما بتعرف عنه غير الأوهام يعني شيء بخليك لما تنظر لجسدك، إذا بتحط تتبحر بهالكتب تحتقر جسدك، تحتقره تماما. هذا الجسد انت ملزم بخمس تواقيت يوميا تغسله. طيب اوكي، انا قبل ما اطلع على شغلي بعمل دوش، والمساء برجع بعمل حمام ماكين، وبقعد بريح جسمي، بعطيه حقه من الرياحه، بعطيه حقه من النوم، اكتفيت من النظافه. ايش معنى انه قال تحت الاباط والاصبعهم هي باني سلاميه ولتاني سلاميه بروح النجس ولتاني، يمكن تعرف ما بدنا نشرح باللهجة الدارجة، يعني بيصير الكلام مقرف، يعني كيفية الوضوء، كيفية عمل الطهارة المصطنعة تبعهم، ما بعرف يعني هل هو الوضوء أزال النجس؟ لك النجس هو فكر، نرجع لنقطة الصفر، النجس فكر. بكل تأكيد بكل طبعا تأكيد. النجس يعني فكر، قلت إنه تتطهر بخمس مرات، هي طقوس يعني لا أكثر ولا أقل، مجرد طقوس، يعني هي الإجماع لا موعود، تنظف غير المسلم لا موعود شيء يعني. بالغلمان، المسلم موعود بالغلمان، والإسلام بشكل عام، ما بدي أقول الكل حتى ما أظلم ويهاجمونا أن نحن شملنا، لا، نسبة كافية منهم هن الكل موعودين بالغلمان بالجنة، بس في نسبة جيدة منهم استعجلوا أمورهم وبدأوا بغلمان هون، وهذا الشيء القذر المقرف، ما لا يخبى، لا يخفى، لا يقولوا هن ما عندهم، يعني هن استعجلوا على غلمان الجنة وبدأوا بغلمان الأرض، لا ينكروا، شيء لا ينكر. هل هذا عمل غير نجس؟ هل اللواط غير نجس؟ يا أخي في أحاديث عندهم عن اللواط، هل هذا غير نجس؟ يعني أنت إذا مارست اللواط ورحت توضيت خمس مرات صرت طاهر، لك عن أي طهارة عم تحكي؟ هلا بيجي بيستشهد لك، بيسمعنا المؤمن بيقول لك هات النص، اني نص في امر واقع قدامي، اني نص اني احاديث، املي كتبك وكبه الى غير عوده، في واقع قدامك، في واقع قدامك. دول الخليج شهوتهم للقذاره والشذوذ الجنسي شهوتهم اكثر من الجنس العادي. يا اخي طول بالك، انت مو مؤمن، استنى لتطلع على الجنه، في غلمان فوق لتشبع، لازم من هون تبهدل البشريه، تهين الجسد، تحقر الجسد، ما بعرف ما بعرف. استعجالهم على الجنه يا اخي، استعجلوا، بلشوا من غلمان الارض وصولا لغلمان الجنه، يطلعوا من راسنا واحد واحد. بالعاميه اعطيتهم اياها، حتى وصلوا آخر الشيء، يعني فخخوا مؤخرتهم وسووا ايه عملية موجود انتحارية. هذا موجود، والشيخ اللي فتح لهم حضرته للفيديو، انه خليهم، معلش انت اذا بدك تحط الديناميت بدبرك لازم لك شيء مضحك مضحك، انه ينكحوك لحتى يكون دبرك وسيع. بالضبط. يا رجل يا رجل يا رجل استرنا، عم نحكي العالم عم تسمعنا، هلا بنصير يعني كلام مقرف، انا اخجل اخجل بالتكلم، يعني ما للأسف بعرف. هذا الواقع، يعني هذا اللي عم بيصير، يعني ما جبنا ولا شيء انا اشترينا بقول لك عليه. عم المؤمنين سلاحهم كلمة هات النص، اما الواقع لا لا، هن بقول لك هذا لا يمثل الاسلام، انه هذا الشيخ اللي قال انه ينكح دبره لحتى يتوسع
ويفخخ دبره ويروح يعمل عمليات، هذا لا يمثل الاسلام اخي. واللي قطع راس لا يمثل الاسلام، واللي هي شغلات ختن الانثى لا تمثل الاسلام، التنميص لا يمثل الاسلام، داعش لا تمثل الاسلام، بوكو حرام لسه، اعمال بوكو حرام يعني لسه يا محلى داعش، هذا كله لا يمثل الاسلام، مطوعين السعوديه لا يمثل الاسلام. يعني انا خايف في معادله جديده يمكن تظهر على الساحه، يعني بس عم تناقشهم بالنص، يعني ايام تلجا للنص، هي نص قتل كذا، قاتلوا يعني من لا يؤمن بالله، من لا ينطق ما لا يشهد، من يعني في النصوص واضحه، امرت بقتل من لا يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمد، هو القرآن امرت لا يمثل الإسلام على فكرة. لما بتجيب له النص، انا خايف نوصل لمعادله بكره يقول لك القران لا يمثل الاسلام، يعني انا بالضبط هي بالضبط، محمد لا يمثل الإسلام. والقران لا يمثل، ما بعرف مين الاسلام، صدق ما كنا نعرف، ما للأسف كنا نعرف من يمثل الاسلام، من يمثل اذا كل هالقذاره بالتاريخ، بالتاريخ مليء بالقذاره، مليء بالشناعه، مليء بالدم. اليوم كان في نقاش عندنا، معلش يا اخي خلي الاخ اذا كان بالمجموعه يسمع، كان عم بيحكي انه معلش هذا العمل الارهابي بفرنسا، عمليه قتل المدنيين اللي صارت من بضع ايام، قال إيه لسه في زايد لنا 999 الف جزائري لحتى نخلص على مليون فرنسي ونطلع حباب نحن وياه. ما بعرف ليش هو، ما بعرف فرنسا كانت حرب ولا شلون، حلل الموضوع شلون، حلل قتل الانسان باني مفهوم، باني شيء فوق، بتقول لي مفهوم ما بعرف لوين بدهم يوصلوا، ما بعرف. هل اذا بتجي بتقول لهم ليكو فلان شو قال، ليكو الشيخ شو قال، انه لسه زايد لنا مليون نفس بفرنسا لحتى نطلع تعادل مقابل مليون جزائري، لما تجي تحكيهم بالعلم انه هذا حكي، بيقول لك ايه هذا الشيخ لا يمثل الاسلام، ما بعرف كلهم لا يمثل الاسلام. للأسف للأسف. أخي هاني، في عندي سؤال بقيان لحتى بس أخلص موضوع الجسد. سؤال واحد بنخلص موضوع الجسد. يعني الإسلام تفنن بمسألة البراز والضراط، للأسف. يعني أنا عملت حلقة على المسألة هي، تفنن بهالمسألة، الإفرازات الجسدية خلينا نقول. يعني برأيك ليش، شو السر، شو السبب إنه الإسلام يتفنن وعطى وقت يعني مجال واسع في الإسلام يعني لهالمسألة هي، مسألة الإفرازات، إفرازات الجسد؟ يعني لو هيك تشرح لنا شوي فيها بعد إذنك. تفضل. عفوا اخي جان، لحكيك ما بعرف، انا بدايه الحلقه وقت اللي ذكرت انه ما بدي اقعد خون، هلا ما راح خون، يعني ما بدي الجا لتخوين مسيحي مسلم، ما راح احكي عن افرازات الجسد، يعني اللي البحث اللي عندي عن الجسد وافرازاته وشو هو وشو النجس وشو، يعني طبعا الافكار، هذا البحث تم بسبب هالافكار، افكار الفقه، افكار العفنة، عفوا ظلمنا العفوان. المهم هلا الجسد بطبيعته البشرية يوجد عمليات حيوية متعددة، يعني ما فينا نلغيها، بينتج عنا أكثر من نوع من الأفراز، الأفرازات متنوعة تتقسم، لا يعني بشكل عام فينا نجزرها، نعمل لها جزر، نقسمها لنوعين، أفرازات جنسية اللي هي تجي من النشاط الجنسي الحيوي للأعضاء الجنسية، أفرازات غير جنسية ايضا هي بتجي عن النشاط الحيوي للاعضاء الاخرى، كليتين، القولون، العضلات الجسم اثناء الحركه، اثناء العمل، الغدد، هي الافرازات غير الجنسيه. كلها فينا نجملها بشكل عام عمليات فيزيولوجيه، ما فينا نلغيها، عمليه بيقوم فيها الجسم، مثل الاكل، دخل طعام ماده عضويه بيخرج ماده عضويه ليست نجسه، يعني هن نتبحروا بالبراز والبول اوكي، لا ما في هون، ما في نجس، ما في ماده دخلت ماده عضويه طلعت ماده عضويه، لا يبرر. هلا بيطلع لك احد المؤمنين، بزمان كنت عم ناقش نفس الماده، بيطلع لك احد المؤمنين بيقول لك طالما البراز ماده عضويه يا اخي روح كله، لا هو فضلات ماده عضويه بس فضلات، يعني مو للاكل، يعني هو ما عنده الحل الا هيك بهالطريقه، انه لا يا بيكون نجس بدك توافق معه يا روح كل البراز، اما هو يشرب بول البعير معلش، انتبه يعني كيف المواجهه تبعهم، مواجهه عقيمه، تجي بتقول له هي فضلات، انه فضلات الجسم بيباديك فورا بقال فلان والكتاب الفلاني والفقه والعلماء،
هون بصير العلماء تمثل الإسلام. انتبه، ها، ما بيعود لا يمثل الإسلام، بصير أحد العلماء يمثل الإسلام. شو تبحر عن البراز؟ لك عمي البراز مادة عضوية غير صالحة للأكل، ما لا نجس. طيب أوكي، أنا أجيت معك أنه نجس، كيف بدها تكون نجس وهي مادة عضوية دخلت على الجسم، مادة عضوية تحللت تفككت كيميائيا وخرجت فضلات؟ ما عنده حل وسط، إما بتوافق فهي نجس أو إما أنت ملزم بأكلها. يعني إما حل وسط، لا هو حر بيشرب بول بعير، بيشرب بول ماعز، ما بعرف شو، معلش هو ما نجس هذا ولا أنا فضلات، يعني ما بيقعد بيقبل ساعتها لا بكلامك ولا بكلامه ولا بكلام الشيخ تبعه. شيء غريب، هي الإفرازات ليس فيها، ماني شايف فيها عيب، ليس فيها عيب، ليس فيها تعيير للإنسان ولا تنجس، ماني شايفها عيبة. إفرازات جسم الإنسان، عمليات عضوية كيميائية بفكك الجسم، بتفوت تتفكك ضمن الجسم، ما لها نجاسة، فضلات بيطرحها الجسم، كل شيء بيدخل من الفم طعام ويخرج إفرازات، بيدخل طعام بيخرج إفرازات، السوائل بتدخل سوائل من الفم تخرج إفرازات. طيب يعني دليل الإفراز اظن إيه؟ غطينا على موضوع الجسد هلا هيك بما فيه كل الكفايه، يعني ما بدنا نطول الحلقه كمان على مشاهدينا عشان ما يملوا منا. انت لا هذا موضوع الإفرازات الجنسية، هي كثير مهمة عن الجسد تحديدا. يعني احنا شرحنا هلا الإفرازات الطبيعية، طيب الإفرازات الجنسية، يعني الإفرازات الجنسية كثير كثير مهمة، خلينا نوضحها أكثر. هن بيعتبروا تحديدا، النسبة بتتفاوت من دين لدين، خلينا نحكي عن أكثر دين بيهتم بالإفرازات الجنسية، أكثر دين اهتم فيها هو الدين الإسلامي، اعتبرها الإفرازات الذكرية جنب وبدها طهارة، والإفرازات الأنثوية نجسة. اليهود بيعتبروا المرأة بعد الولادة إفرازات رحمة. يا أخي كيف ربطت لي فكرة شيء يصنع منه حياة، شيء يعني ينجم عنه حياة؟ الإفراز الجنسي الذكري عند ممارسة الجنس ينتج عنه حياة، إلا إذا المفهوم الإسلامي شايفه للمتعة والنكح، والنكح لا تعني زواج. حاجة يفت للكلمة ويعتبروا النكح هو زواج، النكح هو سلعة تباع وتشترى بمفهومهم بكتبهم بآياتهم، النكح. مشان هيك بينظر كونه العمل قذر، فكل شيء بينجم عنه قذر، هذا بمفهومهم. أما المفهوم الحقيقي للجسد، جسد الإنسان مواد بيقذفها جسم الذكر، تتلقاها سوائل بجسم الأنثى. هون جسد كيان كامل وهون جسد كيان كامل، عند الاتحاد لا ينجم عنه نجس، ينجم عنه حياة، ينجم عنه مشاركة بالمجتمع، ما بينجس، ما بيطلع نجس إلا بالفكر النجس. أما بالمفهوم الجسد، الإفرازات الجنسية هي إفرازات تنجم عن عمل جنسي عضوية مقدسة. هلا بيساووني انا من عباد الشيطان وعباد الفرج، هلا هيك بيتهمون المؤمنين. لا اخي، الى قدسيتها الخاصة، مو مقدسة يعني انا ملزم، الى قدسيتها، الى قدسيتها الانسانية، الى قدسيتها البشرية. بكل تأكيد الحياة لها قدسية، يعني مهما كانت. هي الافرازات في منا عم بيطلع منا حياة، مو نجس عم بيطلع منا. الافراز الجنسي حياة وليس نجس، يعني حبيت أوضح لهم إياها أكثر، عملية فيزيولوجية دقيقة جدا، تناسق هرموني ما له علاقة بالنجاسة. هون النجاسة بمخهم، بأفكارهم، بفقههم، بعلمائهم النجسين، اللي اعتبر النكاح نجس وما ينجم عنه من إفرازات، شيء عم بتشارك فيه عم بتشارك فيه البشرية. جسد له قدسيته له طهارته، بينجم عنه إفراز جنسي بيطلع منه حياة، يعني بيطلع منه شيء، بيطلع منه جسد ثاني له قدسيته الجديدة. وين النجاس؟ أنت من جسد مقدس لجسد مقدس، وين العمل النجس هون؟ إلا بمفهوم النجس فقط.
ايه تفضل اخي. يعني اذا جينا بمفهومهم، هن على فكره هن اصلا يعني نتيجه العمليه الجنسيه، يعني العمليه هن بيعتبروها نجسه، فهم يعني يعتبرون انفسهم انجس من حيث لا يدرون، يعني خلينا نقول. لا، اللي بيعتبر السوائل الجنسية نجسة معناتها كل أجسادهم وكل خليقتهم وخلفتهم أنجاس. من اعتبر السائل الجنسي، كل إنسان كل دين يعتبر السائل الجنسي نجس، فهو الشخص نفسه، وشخص نفسه الذي يحمل هذا الفكر ويحمل هذا هو نجس بكيانه الكامل، لأنك خلقت وولدت من مادة نجسة. بدك تقنعني انك توضيت صرت طاهر؟ لا، انت اساسك نطفه نجسه بمفهومك. خليني انا راح اجي معه واقول له هي النطاف نجسه والاباضه والطمس نجس، رغم هو دم. يعني اذا انجرحت اصبعتك صار نجس؟ ما هو دم من داخل الجسم، ما عم انت الانثى ما عم تطرح شيء من خارج جسمها، والشاب الذكر ما طرح شيء من خارج جسمه. ملزمين بالنظافة، ملزم بعد العمل الجنسي النظافة والتغسيل واستعمال الصابون والمياه النظيفة، ملزم بتنظيف جسدك، له حق. الجسد له قدسيته، أنت بتنظف جسدك بعد العمل الجنسي لأنه الجسد له حق، له قدسيته الخاصة، تحترم قدسية جسدك، بتحمم جسدك، بتحافظ على نظافته بعد العمل الجنسي وقبل العمل الجنسي. غير مقبول أنك تمارس العمل الجنسي وأنت جاي من شغلك متعرق وريحتك عفنة، لا، مارسه انت وبكامل نظافتك وعطورك. اوكي، انا مع هالشي، هو انصهار جسدين مع بعضهم، واذا نجم عنه حياة معناته ما في نجس بالنص. النجس رجعنا انه هو فكر. ومن يؤمن بالسوائل الجنسية هي نجسة هو نجس، هو وفكره وفقهه وقومه. بالضبط بالضبط اخي هاني، يعني هون انا بقى اعتقد انه غطينا الموضوع يعني بشكل، طبعا الموضوع يحتاج الى ساعات حتى نغطيه كامل. ساعات اكثر، اعطينا يعني الحصه مثل ما بيقول المتواضعه من حقه، ولا الجسد قد ما اعطينا قليل، الجسد قد ما اعطينا قليل، بس خلينا نكتفي انه الكميه متواضعه. يعني شو ما حكينا عن الجسد قليل، اللي بينظر للجسد بابعاده عميق جدا بده بحث، يعني ساعات لا تكفينا، الوقت لا يسعف، ساعات طويله لا تسعفنا، بس خلينا نقول اعطينا جزء من حقه للجسد بهالحلقه، جزء. بالضبط بالضبط. نحن خلينا نرجع لموضوع الإجهار بالإلحاد أو اللادينية أو التفكير، خلينا نقول يعني إنه أنا أجهر بتفكيري مهما كان، يعني مهما كان تفكيري بدي أجهر فيه. يعني بقناعتي وأفكاري. بالضبط، يعني أنت كشخص هاني، يعني شو بتريد من إجهار أفكارك؟ يعني شو اللي بدك تقوله للناس أنت كلاديني؟ يعني إنه تقول يا جماعة أنا لاديني، شو بدك من يفهموا الناس من هالموضوع هذا؟ بدي وصل رسالة لكل شخص بيعتقد، لسه بيعتقد انه هالاساطير وهالاوهام يلي هو عم بيقدسها ويعطيها مكانة عالية، ينتبه اكثر، ينتبه اكثر انه ما رح توصل لنتيجة اذا بدك تضل ورا وهم. في مثل عند، خلي نخاطب فيها مجتمعاتنا العربية، بدك أقولها، بيمشي ورا سراب ما بيوصل. هن ماشيين ورا سراب، ايه بيقول لك ليكو شايف المي، طب ما هي سراب، انت ايه شايف كتب عم بتقلك عم بتدلك، اخذتها بطريقة البصم، هي اصلا انت ملزم تستقبلها بصم، المتلقي ملزم بتلقي الدين بصم، ما بس تتلقاها بفهم، ملزم بصم. او اذا بدك الشرح، بدك الشرح تبعهم تبع فقههم، بيطلع أقذر من النص ذاته مع الأسف. فبحب يعني يشوفوا أكثر، يطلع هو، يطلع من مفهومه، يبعد شوي، لا يضل عم بيطلع باتجاه انه اوكي لا، في مسلمين بدهم يبحثوا عن اللاديني، بصير بيبحث عن اللاديني من خلال القرآن. طيب انت رحت رجعت على الطريق نفسه سلكته، شو بدك تلاقي لا دينية بالأوهام والأساطير نفسها؟ راح تلاقي الأوهام والأساطير نفسها. هون رجعنا لاسم العقل، مو اسم الشخص، إن كان أحمد أو ياسين أو هاني أو رياض، سمي حالك عقل، أنت سمي حالك العقل، وانظر بمفهوم
الإنسانية شو طلبت منك يا أخي؟ ابدأ من جسدك، ابدأ من جسدك، لا تبدأ لا من جارك ولا بعمل الخير رغم هو مطلوب، بس ابدأ من جسدك، انظر من مفهوم جسدك، لا تنظر لي من مفهوم قال فلان وعن عن 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 هي اللي ما بتخلص. بالضبط. هذا اللي يعني نحن بنقول انه هل الخرافات اللي هن متمسكين فيها، المشكله ما هي انه حرين هن فيها، المشكله انه هن عم بأذونا كمجتمع ك ك ك لا، ماني مع انه اتركهم لانهم حرين، اول شغله هن لانه مو تاركيننا. صحيح، تاكيد لكلامك، هن مو تاركيننا. بالضبط. يعني هن ما تاركين حدا بيشرن، يعني ما بيكفي انه متبعين هالخرافه، بدهم الناس تتبع خرافتهم كمان، والمشكله خرافتهم يعني قاتوليه تقتل البشريه، شايفين شو عم يصير من حروب. يعني أخي جان، والمحزن أكثر، خرافتين من نفس الأسطورة، يعني لأشبه لك، من نفس الدين الإسلامي، خرافتين طائفتين كمان بينشئوا. طيب أوكي، أنتوا نعتونا بالكفار واللا دينيين، مثلا أنا كلا ديني بتعرض كثير لمواقف منهم، عارف كيف؟ طيب أوكي، أنا كلا ديني، أنت بايع وهادر دمي وبدك ياني أحكي مع شخص أنت بأساسك هادر دمي، روح احكي مع ابن دينك بتلاقي كمان هادر دم ابن دينه، بتلاقي مثلا السني هادر دم الشيعي، لك السني بين بعضهم بيهدروا دم بعضهم، يعني داعش تقتل سنة، جماعة مجاهدين خلق بالعراق شيعة بيقتلوا شيعة، يعني شيء ما بعرف شيء، يعني طيب اوكي انتم ما امنتوا فينا واعتبرتونا زنادقة، اعتبرتونا كفار بالله، اعتبرتونا ما معترفين على رسالة محمد، اوكي رضينا تقتلونا، طيب ليش عم تقتلوا بعض؟ يعني شيء، يعني ان خلصت منه ما بتخلص، وان ما خلصت منه ما بتخلص. ترى وغير اديان غير ليست معفيه، غيرت يعني ما عم بعفي، انا ما عم نفكر هاجمت المسلم لاعفي غير دين، يعني الدين اليهودي هو شو قدم؟ قدم لنفسه، اليهود قدموا لنفسهم سبقوا العالم كله، بس شو قدموا للبشريه؟ قدموا الخراب للأسف. يعني الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، خلينا نقول يعني قدم صراع لنفسه الشعب كتاب، اليهودي. قدم اليهود بشكل عام بصورتهم العامة بالمجمل، ما قدموا إلا الموت، صنعوا إله الموت. بالضبط بالضبط، للأسف للأسف. أنا عم بهاجم الإسلام لبكرة المؤمنين بيقولوا عني أنا اليهود عم بيعطوني مصاري، يا أخي اليهود ما عندهم غير إله الموت، أسوأ من قدم للبشرية هو اليهود. أصلا يروح اليهودي يشوف شو بيعمل بجسده، اليهود اللي بيعملوه بجسدهم لسه أشواط بعيد عن الإسلام. صحيح صحيح، للأسف للأسف. يعني يعني بذرة الشر هي طلعت من اليهودية أصلاً. يعني إبراهيم أبو الأنبياء أول عملية جرم قتل بده يقتل ابنه، شو هالسفاح هاد؟ سفاح القربة جرم يعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، سفاح بالضبط القربة. بالضبط. طيب أخي هاني، شو بتقول للناس اللادينيين الربوبيين الملحدين اللي عندهم أفكار موجودة بس يعني ما بيجهروها، يعني القادر على الإجهار؟ أنا ما عم بحكي اللي ما قادر على الإجهار، أنا الغير عم بقول قادر اللي معذور، قادر على الإجهار، الغير كل له. معذور، القادر لا يتردد، يلي قدر يطلع من قدسية الأساطير لا يتردد، اللي عنده ظروفه الاجتماعية أو أهله أو قبيلته أو عشيرته نحن معه، لا يجهر، منك قادر لا تجهر، عارف كيف؟ مالنا ضده، بالعكس منحترمه، ومنحترمه كتير لأنه هو ضمنيا وصل لهالقناعة، بس ما قادر، البيئة اللي حواليه منقدر هالشي، نحن معه قلبا وقالبا. اللي قادر يجهر ومتردد لا ما بيصير، يجهر، خلي يفضح هالأساطير، يفضح هالأوهام. أنا بمجتمعي عم بحكي علنا، علنا بمجتمعي، أنا بوسط دمشق الآن، من شو بدي خاف؟ هلأ دمشق مثلا مدينة نوعا ما منفتحة، فيك تحكي بشكل جيد، أوكي، بس ما عم شبه كل الوطن العربي، أكيد اللي قاعد مثلا بالدمام صعب يحكي، يعني متأكد أنا من هالشي، بس يلي قادر يجهر، للإخوة اللي قادرين يجهروا، أول شغلة رفقا بأجسادهم يجهروا، تشيلني من الأرواح والأديان، رفقا بأجسادهم يجهروا،
لا يخلي جسده يضل عم بيتعرض للتجويع، للجلد، لهالعادات المقرفة، لا يضل عم بيعامل جسده تحت وهم النجس والقذارة والنكح. لا لا لا، يطلع منها. إذا قادر يجهر لا يتردد. أنا ما بأيده إنه يتردد، يعلنها يعلنها. ليش التردد؟ هذا بالضبط. اللي بحب يعني أفهم. مثل ما بيقولوا، يعني اذا كلنا جهرنا بافكارنا بنكون بالوضع الطبيعي في مجتمعنا. يعني مجتمعنا راح يتقبلنا بغصب عنه، مو بكيفه، لانه نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع، ونحن شريحه كبرى. يعني منا قليلين عدد، لكن بارهابهم نحن الخايفين انه يجهروا. حتى واضح خليني أوجه رسالة صغيرة، ترى لو أطشتك جزئية صغيرة، هي رسالة. إرهابون إرهابون، إذا اللي خايف من الإجهار بسبب الإرهاب، أنا راح أوصل له رسالة كثير صغيرة. إرهابون المؤمن لم يسلم منه، فمعناته أجهر. إذا المؤمن لم يسلم من إرهابون، فأنت بجميع الأحوال، إن كنت مؤمن لن تسلم من إرهابون، وإن كنت لا ديني لن تسلم من إرهابه. لا، أجهر لا دينيتك، بالضبط. أجهر. رسالة لا رائعة يعني بالفعل. ادعيت الإيمان، إذا ادعيت خارجي ضمنيا كنت لا ديني وادعيت الإيمان خارجيا، أنت أيضا لم تسلم من إرهابه. إرهاب لم يرحموا أنفسهم قبل غيرهم. الإرهاب الإسلامي، خليني أحكي بالتحديد، نحكي الأمور بالمسميات. الإرهاب الإسلامي لم يعفي المسلم قبل غيره، فمعناته ليش ما تجهر؟ أنت خسران خسران. بالضبط بالضبط أخي. يعني شو رأيتك مستقبل الحاد بشكل عام، واللادين والأفكار المختلفة عن الأديان بشكل عام؟ يعني شو رأيتك المستقبل القريب والبعيد للشرق الأوسط، شمال أفريقيا؟ القريب اللي قدامنا بشمال افريقيا والشرق الاوسط، القريب اللي قدامنا اللي هلا شايفينه، في ازدياد، انا شايف في ازدياد. للمستقبل البعيد في انقراض للاديان، في انقراض، وهذا الجعجعه القويه والاصوات اللي عم بتزيد شراسه، اصوات المؤمنين اخوتنا المؤمنين اللي عم بتزيد شراسه وتزيد عياط، هي اسمها صراع البقاء. يعني الإنسان بس يكون عم بينتهي بيصرخ، هي صرخة، صرخة النهاية اسمها. نحن نسمع جعجعتهم وصريخهم بسبب نهايتهم. هم لا يصرخون من قوتهم، لأن القوي ليس بحاجة إلى الصراخ. من بحاجة إلى الصراخ هو الضعيف، إما يعني لاستجلاب النجدة أو لاستجلاب الشفقة، هيك صراخهم. فهذا صراخ الضعيف، القوي ليس بعازي إلى الصراخ، فقط الضعيف يصرخ. فهي الأصوات اللي عم بتنادي عندهم وتهاجم اللادينيين وتهاجم، معلش، وإخواتنا الملحدين والربوبيين، يعني كل شيء نكر نكر الكتب. هي الأصوات تعلو بوجههم بسبب نهايتهم هم. المستقبل البعيد إلى انقراض. الآن كتبهم على الأرصفة، غدا لن تلقى كتبهم حتى على الأرصفة، ستلقاها في المزابل بكل تأكيد. حتى ولا في المزابل، ولا ستنقرض نهائي. بكل تأكيد. أتوقع أن المزابل ترفض هذه الكتب. يعني أنا بسمي المرحلة هي مثل الإنسان لما بيذبح الدجاجة، فالدجاجة بتصير بتفرفح بكل مكان. صرخة الموت، صرخة يعني الموت، هي صرخة الموت. بالضبط بالضبط بالضبط. وأكبر خدمة بصراحة، أكبر خدمة تقدمها للمسلم إنه تخلصه من دينه، لأنه دينه إرهابي عليه وعلى غيره. يعني مشكلة، يعني مثل ما بقولوا هذا الدين قاتل للمجتمع كامل، يعني مو بس الملحد أو اللاديني، قاتل حتى للمسلم نفسه. اكيد، ما بقول لك ليش عم له انه اجهر، لا تخاف اجهر، لانه هذا المؤمن يعني هو مضر للمؤمن نفسه قبل ما يكون مضر للاديني، فانت ما عاد عندك شيء تخسره. يعني ان كنت مؤمن هو ضرر واذى وموت لك، وان كنت لاديني هو ضرر وموت واذى لك، يعني فليش لما يجهر؟ يعني انت على الحالتين خسران. لا اجهر، ولما بتعلو هالاصوات والشون بوجهون
بدهم ينتهوا إلى نهاية، خلاص هن في تراجع إلى نهاية إلى نهاية. بالضبط، أنا أضم صوتي لصوتك أخي هاني. أخي هاني نحن وصلنا لآخر البرنامج، يعني إذا في عندك كلمة أخيرة تحب تقولها تفضل. بحب وجه أول شغلة بدي أشكر الكل، كل اللي استمعنا وكل اللي رح يستمعنا بالمستقبل على اليوتيوب. بشكرك أنت على هالحلقة، بشكر دعوتك لإلي، كتير بتشكرك ممنونك. بحب وجه رسالة عنوان صغير يعتبروا الأخوة الكل هذا بوجهه، للمؤمنين وللغير مؤمنين وللملحدين وللادينيين اللي مثلي. لا أؤمن بإله هذا العالم، كلمة استمدتها من الأديب العظيم جبران خليل جبران، خذوا مسيحكم واتركوا لي مسيحي. أنا لا أؤمن بإله هذا العالم، فقط هي الكلمة يلي بحب أوجه لهم إياها. هو من له أذان فليسمع، فقط. خليلي إياك. تسلم، وعلى كل حال أنا كثير مشكور، بس تشكرك إنك لبيت الدعوة، وسعيد كثير بحضورك، وكنت سعيد كثير كمان بهالحديث الرائع بصراحة يعني، واستفدت منه، وبتمنى إنه الناس كمان تكون استفادت منه واستمتعت فيه. ويعني بصراحة يعني قليل إنه نلاقي ناس مثقفين يقدروا يحكوا بأفكارهم بحرية مطلقة مثل ما تفضلت أنت حضرتك. يخلي لي اياك. على كل حال أعزائي المشاهدين، وصلنا لآخر الحلقة، وأنا بتمنى منكم يا ريت يعني تشاركونا بتعليقاتكم، شاركونا يعني إذا في شخص بده يجهر معنا أهلا وسهلا فيه، ويعني تسووا شير للحلقات هي، خلونا مثل ما بقولوا ننشر الوعي بين الناس، خلونا نطلع من هالعصر المنحط اللي نحن عايشين فيه، الحروب الطاحنة اللي دمرتنا، اللي قتلتنا، اللي شردتنا للأسف، وجعلت منا يعني مسخ بشرية عايشين لاجئين على أبواب الناس يعني. فبنتمنى منكم تساعدونا يا شباب، وما حدا راح يقدر ينقذنا غير نحن يعني، ما حدا راح ينقذنا من طبعا هالانحطاط هذا غيرنا نفسنا نحن. تفضل طبعا أخي إذا بدك تحكي كلمة. تماما. لا، بس بحب اشكرك واشكر الكل، بكرر شكري للجميع، شكر موصول للاخوه اللي اكيد بعثت لهم دعوه خاصه بيني وبينهم. الاخ داني اكيد اللي بيكون عم بيحضرنا، اخوي الكمالي ما بدي اسمي بالاسم بس ما حدا يعتب علي ليش ما ذكرت اسمه، بس الكل واحد بيعرف يضل بعث لهم دعوات خاصه والكل تابعونا. شكر للجميع، شكر للمستمعين، وبتمنى نكرر الحلقة ونحكي أكثر عن الجسد وعن غيره وعن الإنسان بشكل عام. هالمرة حكينا خصصنا عن الجسد، خلينا المرة الجاي نوسع أكثر عن النفس، عن الروح، الكيان الكامل للجسد اللي هو شرحناه، جسد نفس روح. خلينا نشرح أكثر، نتبحر أكثر وشو توجهاتنا كلادينيين تجاه. وبشكرك، بكل سؤال لك. تأكيد أخي هاني، بكل تأكيد راح تكلنا حلقات تانية ونتوسع بهالموضوع هذا أكثر وأكثر. على كل حال شكرا لك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة، نراكم قريبا، إلى اللقاء.